قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بنادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقى. اقرأ بها خبر الحياة مواعظا وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الذي نستقي فيه بعض القصص والعبر من كتاب الله جل وعلا، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن عبرة ضربها الله عز وجل لأهل قريش الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الله عز وجل أنعم عليهم بالطعام بأنواع الثمرات وبالشراب، ماء زمزم يتفجر عندهم، أنعم الله عز وجل عليهم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ومع هذا ما شكروا نعمة الله عز وجل وما آمنوا به وما صرفوا العبادة له. ولهذا الله جل وعلا يقول: إنا بلوناهم، بلونا أهل قريش كما بلونا أصحاب الجنة. شنو قصة أصحاب الجنة؟ الله يقول لنبيه اللي يحصل الآن في قريش وفي أهل مكة وأغنيائها وساداتها وأثريائها، هذا حصل في السابق لأمة من الأمم، لمجموعة من الناس كانت تعيش في الجنوب، قيل في اليمن وقيل في الحبشة، ولعل الأرجح أنها في اليمن بالقرب من صنعاء، وكانت البساتين هناك والجنان والحدائق. كان هناك رجل صالح في هذه القرية، هذا الرجل الصالح يملك جنة فيها كل الثمار، وكان يقسم الثمار جزءا يعطيه للفقراء والمساكين إذا حصد، وجزء له ولأولاده الخمسة الذين معه، وجزء يرده في المحصول مرة أخرى ليزرع به الأرض. قسم المزرعة هكذا، ولهذا أنعم الله عليه وزادت الخيرات عنده، لأنه إذا أنفق الإنسان فإن الله عز وجل يخلفه. هذا الرجل يظهر أنه كان من أهل الكتاب وكان عنده دين وإيمان، ولهذا كان يعرف حق الفقراء في أمواله. لما كبر بالسن أولاده لم يكونوا قد رضوا بفعل أبيهم، إلا واحد منهم أوسطهم، هذا واحد من الخمسة كان فرحان بفعل أبيه وراضي على فعل أبيه، بل كان يرى أن هذا هو الصح، أننا نأكل ونشكر نعمة الله بإعطاء الفقراء والمساكين. فلما توفي أبوهم وورث الخمسة تلك الجنان وهذه الجنة الكبيرة، جنة فيها من الثمار والزروع والأشجار، ورثوها من أبيهم، فجاءوا للمحصول في ذلك اليوم الكبير الذي لم يكن مثله في كل الحدائق في ذلك الزمان، كانت أفضل جنة، أفضل حديقة، أفضل مزرعة. فاجتمع الخمسة بعد أن رأوا المحصول، فقال بعضهم للآخر: إن أبانا كان أحمقا، كان قد خرف عقله وذهب. فقال أحدهم للآخر: ولما؟ قال: كيف كان يعطي أموالنا للفقراء والمساكين؟ هذه أموالنا، هذه ثروتنا، أبونا ما كان يحافظ عليها، كان يضيعها عند الفقراء والمساكين.
وليس لهم حق أبدا في أموالنا وثمارنا. الثاني أيد، الثالث أيد، الرابع وافق، الخامس الأوسط لم يرضى بكلامهم، قال بل أخطأتم جميعا، بل أبونا كان على حق في إنفاقه وفي صدقاته، وهذا الذي فعله أبي يجب أن نفعله نحن. فردوا عليه فلم يسكت حتى هموا به أن يقتلوه. فلما رأى القوة أمامه والأربعة واجهوه، لم يستطع هذا الشاب أوسطهم أن يقف أمام الأربعة. نصحهم: لولا تسبحون الله، لولا تذكرون الله، اتقوا الله في حقوق المسلمين، في فقرائهم، في مساكينهم، هذا فعل أبي هو الذي بارك الله به جناننا ومزارعنا. لم يبالوا به وهددوه. واجتمع الأربعة جميعا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. اتفقوا وتقاسموا أول ما يأتي الصباح نطلع الفجر بمعاولنا وأدوات الحصد، نحصد كل الثمار قبل ما يأتون الفقراء، ومن الصباح الباكر نأخذ الحصاد كله ونبيعه ونستفيد منه، ولا يأخذ منه فقير واحد. حتى كلمة إن شاء الله، حتى في هذا الذنب الذي يريدونه، حتى كلمة إن شاء الله ما قالوها. الله يقول ولا يستثنون، على الأقل تبون تفعلون جريمتكم قولوا إذا أراد الله، حتى هذه الكلمة ما قالوها. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. اتفقوا هذا الاتفاق، أوسطهم مراضي لكن مقادر عليهم. ناموا تلك الليلة فرحانين على مكرهم، على خطتهم، على خديعتهم. شوف الإنسان اللي في قلبه خبث، اللي الله عز وجل ينعم عليه، لكن والعياذ بالله ناوي إذا جاءه النعيم والأموال والرزق يمنع عنه البشر، يمنع عنه خلق الله سبحانه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. شفتوا مكرهم؟ تعرفون ماذا حصل؟ الله عز وجل رد عليهم. في الليل جاءتها جائحة مثل عاصفة، مثل صاعقة من السماء، شيء من السماء نزل عليها، وهم ما يدرون، هم في بيوتهم بعيدين عن المزرعة. في الليل نزل عليها شيء فأحرق المزرعة كلها. يا الله، صارت المزرعة سوداء متفحمة، يعني حتى إعادة زراعتها مستحيل. أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ يأمن الإنسان أن ينزل عليه العذاب بالليل وهو نايم؟ لا يمكر، لا يبخل على الناس، لا يغدر، يقول يا رب ارزقني، إذا رزقتني أفعل وأفعل، لما الله يعطي ما يفعل شيء. لا تكذب، لا تعاهد الله عز وجل ثم تغدر. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. يقول ابن عباس مثل سواد الليل. شفتوا سواد الليل؟ تخيلوا المزرعة سوداء مثل ظلام الليل. احترقت كلها وهم لا يشعرون. فأصبحت كالصريم. لما أذن الفجر، لما طلع الصباح، كل واحد راح يقعد أخوه، فتنادوا مصبحين. الخامس قام وياهم، يبي يشهد جريمتهم، يبي يمكن لآخر لحظة يتراجعون، ينصحهم بالطريق لعل وعسى، إلى آخر لحظاتهم يتوبون عن غيهم. ما يدري لا هو ولا إخوانه ماذا فعل الله عز وجل بأموالهم.
وبثروتهم، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. إذا كنتم جاهزين يلا اغدوا على حرثكم، اغدوا يعني الغدو الصباح الباكر الفجر، اغدوا على حرثكم إلى مزرعتكم إن كنتم صارمين. تبون تحصدون؟ يلا. كل واحد قام عند المعول وعند اللي يحصد فيه الزروع والثمار والسلال وكل الأدوات جهزوها، اطلعوا في الصباح ومستانسين وفرحانين. ليش؟ لأنهم بيروحون يغدرون بالفقراء والمساكين اللي يأتون ويجمعون رزقهم. كان أبوهم شيخا كبيرا صالحا، أحيانا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، حي لكن عياله أموات وللأسف ما فيهم خير. ما درى أبوهم أن عياله راح يطلعون بهذا السوء. اطلعوا في الصباح اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. كل واحد عشان ما يسمعونهم المساكين والفقراء، كل واحد قاعد ويا الثاني يمشون، هم رايحين الحديقة بالسر يتخافتون، كل واحد يقول حق الثاني. فانطلقوا وهم يتخافتون، شو يقولون؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. من اليوم ورايح لا للمساكين، لا للفقراء، لا للجياع، ليموتوا جوعا، ليهلك الفقراء والمساكين، أموالنا لنا خلاص. من اليوم ورايح ما في صدقات، ما في تبرعات. طبعا قاعد يقولون بالسر علشان ما حد يسمعهم، عشان ما حد يدري عنهم. وما علموا أن الله عز وجل يسمع ويعلم السر وأخفى. لو توسوس بنفسك الله يسمعك. شلون لو يتكلم مع صاحبه وأخيه؟ وما دروا ماذا صنع الله بهم من الليل. فانطلقوا وهم يتخافتون. خبث ألا يدخلن هل يوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، بكل شدة بكل قوة غدوا ليحصدوا الحديقة والمزرعة كلها. شنو شافوا؟ شنو صار فيهم؟ ولماذا فعل الله عز وجل بهم كل هذا؟ راح نعرف هذا الأمر، لكن خلكم ويانا نكمل القصة بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، قصص روائعها يشع سناها. انطلق الخمسة وأوسطهم معهم الذي نصحهم إلى مزرعتهم إلى جنتهم، جاءوا إلى هذه الجنة إلى هذه المزرعة يريدون حصدها ومنع المساكين منها، وبيتوا نية الظلم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. لما وصلوا للحديقة الخضراء الجنة التي فيها الثمار والألوان والأنهار، لما وصلوا وجدوا أرضا سوداء محروقة. قالوا أخطأنا الطريق، ليس هذا بطريقنا، مو قادرين يستوعبون اللي شافوه. احنا وين دخلنا؟ احنا من وين وصلنا؟ من وين جينا؟ شلون ضيعنا الطريق وهذه مزرعتنا؟ يعني الواحد يوم قام يضحك يعني حتى من كثر مو مصدق. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. ضائعون، ضيعنا الطريق. قالوا خلنا نرجع مرة ثانية نشوف الطريق الصح، لأن مزرعتنا اختفت، لأن الجنة اللي فيها الثمار وفيها ثروتنا وفيها أموالنا مو موجودة. رجعوا مرة ثانية طالعون
الحدائق اللي جنبها والجبال والمكان؟ لا والله هذا نفس المكان. ينظرون يتأكدون فإذا هي مزرعتهم احترقت كلها. إنا لضالون بل نحن محرومون. حرمنا كل شيء، أموالنا، ثمارنا، حديقتنا، جنتنا، أجمل جنة في اليمن في ذلك الزمان، حرمنا هذه الجنة؟ إيه نعم، بل نحن محرومون. أي كارثة، الإنسان يرث ملايين فجأة بعد أن يحلم الأحلام الكبيرة يفقدها كلها لسوء نيتهم. وإنما الأعمال بالنيات، من يعمل سوءا يجزى به، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بل نحن محرومون. فتكلم الآن أفضلهم أوسطهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ما قلت لكم استغفروا الله؟ ما قلت لكم اعبدوا الله واتقوا شر أفعالكم، اتقوا عذاب الله؟ ما قلت لكم اللي قاعد تسوونه غلط؟ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. لكن ايش ينفع الندم الحين؟ ينفعهم إن شاء الله يوم القيامة لو تابوا توبة صادقة، لكن أموالهم راحت، مكرهم صار عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بخلهم محق أموالهم كلها وأحرقها أمامهم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. كل واحد قاعد يلوم الثاني، أنت اللي بدأت بالفكرة، هذا يقول أنت اللي وافقتني، الثالث يقول لا كل منك أنت اللي شجعتنا، والرابع، وكل واحد بدأ يلوم الثاني على هذا الفعل. يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. الآن انتبهوا على حقيقة فعلهم، إحنا وين كنا؟ خسرنا كل شيء، أبونا كان بصدقاته يحمي أموالنا، ما بارك الله في الأموال إلا بالصدقات والخيرات، ليش سوينا كذي؟ خربنا على أنفسنا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. ثم قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. يمكن إذا تبنا إلى الله، إذا رجعنا إلى الله، إذا عدنا إلى الله، أن يعطينا الله عز وجل خيرا منها. قيل أنهم أرادوا خيرا منها في الجنة، خلاص تابوا، ما يريدون شيئا من الدنيا، أرادوا جنة من جنان الآخرة. وقيل لعلهم أرادوا أيضا شيئا من الدنيا، لعل الله يعوضهم. الآن عرفوا أن الأمر لله، وأن الأمر عند الله، وأن لا يحمى هذا المال ولا يطهر ولا يزكى إلا بالصدقات. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون. الله سبحانه وتعالى شو يقول لهم؟ ولقريش ولكل أمة من الأمم ولكل غني ولكل ثري، كذلك العذاب. كل غني بخل بأمواله ومنع الحقوق عن الناس واستخدمها في معصية الله، الله راح يعذبه بماله في الدنيا، هذا في الدنيا قبل الآخرة. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه القصة والعبرة الله عز وجل يقولها لمحمد، قصة على أهل قريش هذه القصة، لأنهم سمعوا بها، لأنهم يعلمونها في اليمن بالقرب منهم.
الله يقول يا أهل قريش ترى مثل ما صار فيهم يصير فيكم، ولكل أمة من الأمم تتجبر على الله عز وجل وتتكبر على أمره وشريعته وتمنع حقوق الناس من أموالها، ترى مثل ما صار في أصحاب الجنة يصير فيكم. حتى يروى في الأثر أن رجلا غنيا ثريا تزوج امرأة صالحة، يوم من الأيام تقول المرأة هذا الرجل بخيل غني لكنه بخيل، تقول يوم من الأيام طرق الباب رجل فقال بعد أن وضعت الطعام ألوان الطعام والشراب على المائدة قال انظري من في الباب، تقول فتحت الباب ورجعت فقلت له سائل يريد طعاما، قال اطرديه وقولي ليس في البيت طعام، ليس في البيت طعام والبيت مليء. سكت. تقول فطردت الفقير والسائل، فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. تقول طردته. تقول وبعد فترة من الزمن خسر زوجي كل ماله، أفلس. كذلك العذاب، ضيع كل أمواله، بدأت المشاكل، كبرت المشاكل بين الزوج وزوجته، تقول طلقني. عشت مطلقة فترة من الزمن حتى جاءني رجل صالح تقدم للزواج بي، تقول فقبلت وتزوجته، كان رجلا صالحا، جزءا من ماله لنا وجزءا من ماله يتصدق به. تقول في يوم من الأيام صنعت الطعام وكنت جالسة معه إذ طرق الباب رجل، تقول فذهبت فرجعت إليه قال من في الباب، قلت سائل يريد طعاما، تقول فقال زوجي الصالح خذي كل الطعام واعطيه كل الطعام، قالت ألا ندع لنا شيئا، قال لا هو أحق منا بهذا الطعام، نحن الحمد لله لن نموت جوعا. تقول فأخذت الطعام وحملته إلى هذا الفقير وأعطيته إياه وذهب، فرجعت حزينة، قال لي مما أنت حزينة، ما الذي يضايقك، لما حزنت، فقالت المرأة أتعرف من في الباب، قلت لا، تعرف السائل الفقير الذي جاء للتو، قلت لا، فقالت المرأة إنه زوجي الأول، الغني اللي أفلس، إنه زوجي الأول صار الآن فقير، فقال زوجها أتعرفين من أنا، قلت لا، قال أنا السائل الأول، أنا الفقير الذي كنت أطلب منكم طعاما فتطردوني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أصحاب الجنة وغيرهم من أهل الكنوز والثمار الله عز وجل اختبرهم اختبار، أنعم عليكم بغير جهد، حصلتم على أموال كثيرة وثمرات عديدة وخيرات عظيمة، اعرفوا حق الله عز وجل فيها. الله يقول عن قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسين، شنو هما؟ لباس الجوع والخوف، أخطر لباسين، جوع وخوف بما كانوا يصنعون. لهذا الله قال لقريش اعبدوا رب هذا البيت، من الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف؟ يعني بعد هاتين النعمتين الثمار والخيرات والأمن من كل خوف لما لا تعبد الله عز وجل؟ ما الضرر لو أصحاب الجنة أعطوا الفقراء والمساكين؟ شنو كان راح يضرهم؟ المال راح يتبارك بل ويزيد، والله ما نقص مال من صدقة أبدا. ما الضرر لو ساروا على هدي أبيهم وسنة أبيهم، لو استمعوا إلى أخيهم وهو يطلب منهم هذا الطلب، قد يكون أصغر منهم سنا
في من هو أكبر منه من إخوانه، لكن لو استجابوا له لكنهم لم يستجيبوا، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نلقاكم إن شاء الله في قصة أخرى وموضوع آخر وعبرة جديدة في حلقة أخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بنادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. اقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا، سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم الطرق وضل دليلنا، آياتها ونجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عناء.